بعد مرور 6 أشهر على فاجعة جرجيس وما سمي بحادثة 18/18 في إحالة إلى عدد المهاجرين وتاريخ هجرتهم وما شابتها من تفاصيل آنذاك التي تؤشر على أن الأمر يتعلق بشبهة جريمة، ما يزال حراك أهالي الضحايا متواصلا ومطالبا بكشف حقيقة غرق 18 من أبنائهم في عملية هجرة غير نظامية قبالة سواحل جرجيس في شهر سبتمبر الماضي، والتي خلفت آنذاك حالة من الاحتقان في صفوف أهالي المنطقة، سيما بعد كشف جثث مدفونة في مقبرة بالجهة دون تحليل أو تشريح. تفاصيل يعيد سردها أهالي الضحايا من خلال لقاء جمعهم بوفد حكومي، مجددين أمالهم في معرفة حقيقة هذه المأساة ومحاسبة المتسببين فيها. عبنا 6 شهور، أنت وعندي 6 شهور، وكل يوم ولدنا نحلم به، طالبين حقيقة، الحقيقة طالبين حقيقة. هي أول مصافحة تعتبر سياسية مع الحكومة ومع رئيس الدولة. طرحنا بالنسبة لنا احنا الرؤية متاعنا والظروف اللي تعدينا بها في قضية 18/18، وحكينا زادة كيف على المغالطات اللي ارتفعت الرئيس الجمهورية، كذلك الاتهامات اليوم اللي موجهة لبعض الأطراف والإقالات اللي صارت والإعفاءات اللي صارت. معناها حبينا نشوفه هي في اي اطار. دونك اليوم كلام الساده الوزراء هو مطمئن في جزء منه داكور، دا احنا نمنو بالقضاء ونمنو سريه الابحاث، لكن زاد ما ننسوش راه فما ناس ميته اليوم عندها 6 اشهر، كل المعطيات وكل المؤيدات تقدمت، واليوم فما شبهات معناها تاكد لان فما جريمه وقعت. وقد أكد الوفد الحكومي برئاسة وزيري الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير النقل خلال اجتماعه بعائلات الضحايا والمفقودين بهذه العملية، أكد حرص الدولة على كشف الحقيقة دون تأخير عبر مسار قضائي يحمل كل الأطراف المسؤولية في ذلك. السيد رئيس الجمهورية وعد أهلنا في جرجيس وأوفى بالوعد اليوم، السيد الوزراء بارك الله فيهم طرحوا الأهالي جملة الطلبات ولا المشاغل نتاعهم اللي شغلتهم في الموضوع هذا. الحقيقه ما لها الا ان تخرج، باش تكون مدويه خروجها ان شاء الله كما قال شار السيد الرئيس، شويه صبر فقط والقضاء تو يخرج الحقيقه. وتعود حادثه غرق مركب هجره غير نظاميه وعلى متن 18 من ابناء جرجيس الى 21 من سبتمبر الماضي، وقد خلفت حاله من الاحتقان والتحركات الشعبيه التي احتدمت مع كل تطور في سير الملف.